الإنسان بهذين الطريقين، طريق الوجدان، الرجوع إلى الوجدان، الرجوع إلى الفطرة الأصلية، وعن طريق البرهان، يجب أن يثبت دعائم الإيمان في قلبه. إيمانه يكون قوي، مو يجي واحد يقول ماكو الله، واحد فورا يشكك حقيقة أكو الله أو ماكو الله. هذا دليل الضعف، هذا دليل أن الإنسان قلبه غير مطمئن. الله تعالى يقول وقلبه مطمئن بالإيمان في عمار، عمار أخذوه عذبوه قتلوا أباه قتلوا أمه، فقال لهم باللفظ ما يريدون. جاء جماعة إلى النبي صلى الله عليه وآله وقالوا له إن عمار قد كفر، فقال النبي صلى الله عليه وآله كلا إن عمارا ملئ إيمانا من قرنه إلى قدمه، هذا مليء بالإيمان، واختلط الإيمان بلحمه ودمه. هالشكل رجل كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان مع أمير المؤمنين، شيخ عمره 94 سنة، ولكن هذا الإيمان راسخ في فؤاده. في حرب صفين قال والله ما يتأثر بالظروف، ما يتأثر بالأحداث، الأشياء الخارجية، لا، مؤمن وإيمانه قوي، والله لو هزمونا إلى سعفات هجر لعلمنا أننا على الحق وأنهم على الباطل. هذا الإيمان. الإنسان يجب عليه أن يثبت هذا الإيمان في قلبه.